السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي؟ رجعت فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة 19 أو 2020. المهم بهذا الفيديو راح نكمل خطتنا مع تصنيع السلج. طبعا أنا بعد ما شفتوني حاولت أجرب كتير إني أحطه بالأرض وأدحله وأحطه بالأرض وأدحله ويصير معنا شفاف ما أعرف شو اسمه هذا الشيء لف. المهم ما لنا فيهم. فالمهم بحثت لكم عن مود نقدر فيه نسوي هذا الشيء. طبعا لقيت في مودات كتير تقدر تخدمنا، بس هناك راح نستخدم نحن هذا المود اللي هو شفته الأفضل بين الكل. طبعا هو أنا لقيت مودين، شوفوا في عندك هذا المود اللي هو مسؤول بصنع كل أنواع الأكل للحيوانات، راح فرجيكم إياه كلياته. فيه خزان الخزانات، وينه هذا الخزان الضخم شايفينه؟ هذا الخزان الضخم هو بتقدر بتسوي انتو فيه السلج، كل ما هنالك بتدخل فيه جريس او شفاف بيطلع معك من الطرف الثاني، او هايد حتى ممكن تدخله فجريس تدخله اياه فبيطلع معك من الطرف الثاني، او شفاف نفس الشيء بيطلع معك من الطرف الثاني سيليش، بس ولكن هو بيحتاج مازوت. فهذا انا دورت بين المودات، لقيت مودات كثير، فلقيت هذا افضل مود اللي هو بتدخله جريس بيطلع معك شفاف، وبنفس الوقت ما بيحتاج لا مازوت ولا اي شيء ممكن انك تستخدمه او تحتاج له. فلذلك رح يكون تركيزنا ونستخدم هذا المود مثل ما انتم شايفينه قدامكم. فممكن انت تاخذوا صورته من هون او تنزلوا بصندوق الوصف على الملف الاكسل بتلاقوه موجود كاملا، هو والملف الثاني ان شاء الله. وهلا خلينا نبلش باللعبه ونقول ليست جو. تمام، طبعا هون بس خلينا ننزل المود هذا شغله عشان افرجيكم اياه. هون التنظيف بدي اياه، هي المود بدي اياه، بس اتس اوكي ريدي. طبعا هلا دخلنا الى التسييفه، نحط السماعه ونقول يا رب يا رحمن يا رحيم اتكلنا على الشقة بالله يا رب. اول شيء بدنا نروح طبعا نشيك على الارض كلياتها، بس خلينا نروح نشوف موقع محل ما بدنا نبني فيه المعمل الاول اللي راح نركبه هون. طبعا لانه عندي انا مساحه منيحه، طبعا انا المعمل الثاني اللي قلت لكم عليه كثير المازوت ما راح ابنيه، بس راح افرجيكم اياه بالتسييف الثاني انا بانيه ومجهزه. فبشوف هون موقع ممتاز بنحطه لانه مكان فاضي عندنا، فخلينا نحط هذا المكان. بنيجي هون بنفوت، طبعا هذا اللي هون الاول افرجيكم اياه، هذا هو طبعا حقه 50,000 حتى رخيص، يعني لما اشوف هون بالمقابل حقه جدا غالي 110,000، بس هاي بتحطه انت فرق المازوت والعذاب والراحه ورجع نفس الشيء. فحطه هذا وخلاص، ايوه هي بس بعد شوي عن بعض. لا خلينا نفتله بالعكس نفس الشيء. اتس اوكي مان، لا اي هذا هو صح، في شيء ثاني؟ لا هذا هو مظبوط تماما، هذا هو انحط قدامي تماما. هلا بدنا نروح شوف، هلا من هون شوفوا في كاتب لكم شيء اسمه بلوك ماتريس، اذا دخلتوا عليه شو كاتب لك؟ بده جريس او شفاف. المهم خلينا نروح على السياره، اول شيء نشيك على السيارات شغالات كلياتها. حلو، خلينا نعبي هي، نعبيها كلها شفاف ونروح. ما عاد تسع كل السيارة ولا ما في اساس. المهم طبعا استنتجت انه هذا المعمل موجود عندي له فائدة، بس الشيء اللي فائدته ما بعرف، بس رح نبحث عنها ان شاء الله بالفيديو الجاي نعرف ايش فائدة هذا المعمل الموجود عندي، له فائدة جدا كبيرة صراحة. تمام، هاي عبينا الماكينة خلاص، هلا بنروح نفضيها بالمعمل يلي حطيناه مشان نسوي السلج. سيارة انشحت صار بدها تنظيف يا شباب، اي والله طب بدنا ننظف سيارة وبدنا نضبط الوضع وكل شيء، شغلات كثير لازم نسويها. فأي شباب بدنا نحكي على موضوع الفيديوهات اللي عم بعملها بشكل يومي، عم تنزل تقريبا الساعة 8 الصبح عليكم. هدول الفيديوهات في ناس عم تنال اعجابهم، في ناس ما نالت اعجابكم، او انه عم بتشوفها انه فيديوهات هيك ما منها اي طعمة. شوفوا رح اقول لكم موضوع جدا مهم انا ركزت فيه جدا جدا بسنة هاي الفيديوهات، بجد اذا ركزتوا فيها رح تلاقوها شيء جدا مهم، بغض النظر عن الفيديوهات اللي بعملها انا، الفيديوهات الطويلة اللي احكي فيها عن لعبة محاكي المزرعة. اهم شيء نقطة انا مركز عليها عم بعملها، اكيد شفتوا الفيديوهات اللي بيحكي لك اسمها مريحة للاعصاب وهيك. شوفوا انتوا جربوا، او في منكم جزء يشوف الاشعار فوق، ايش بقى ليش عم بتروح يمين ويسار كانه مضروبة. المهم فلما تشوفوا انتوا الاشعار فاكيد انتوا ما عم تدخلوا، بس ادخلوا وجربوا هيك تشوفوا دقيقه او دقيقتين من الفيديو، شوف شلون رح تحسوا هيك. وكون طبعا مش تكونوا فاضيين طبعا او مو فاضيين،
او تكون هيك يعني مكان انه بدكم تتفرجوا على شيء يسليكم بنفس الوقت. بدكم شيء تتفرجوا على شيء بسليكم بنفس الوقت ما بده هالتعب او هالشغل الجاهد، فهمتوا شلون؟ فاتفرجوا على هاي الفيديوهات بجد بجد رح تستمتعوا بشكل جدا كبير، يعني انا مخطط عليها انها تكون تخدم بهذا القدر. اوف اخذنا غلط، ان شاء الله تتجلس. تمام ان شاء الله تتجلس. فانصحكم انكم تشوفوا الفيديوهات اكثر، يعني تعيدوا شوفوا مره ثانيه بس تكون بوقت بمجال يعني هيك حابين تستمتعوا او تخففوا الضغط اللي عليكم. تفرجوا على الفيديوهات بجد، لان الموسيقى مركز عليها، اعطيها اي اهتمام، اعطيها اهتمام. ترتيب الفيديو شلون طريقه لعبه وحركته اعطيها جدا اهتمام. جد جربوها واعطوني رايكم، اكتبوا لي تحت التعليقات انه شفنا الفيديوهات وبس. طبعا اهم شيء مو تكون الله بارك انت سهران مثلا بدك تتفرج على شيء بتفتحه، لا هن ما هيك حلو. يعني انا ماني مصمم من هذا الاساس، او الموسيقى الموجوده فيه وطريقه وضعه في الموسيقى مين منسمه من هذا الاشي. مصمم مثلا تكون انت مالك مثلا نفرض عم تستنى دور، او رايح في مكان، او رايح في مكان بدك تستنى مثلا، مثلا انت بالباص، او رايح مثلا على الجامعة، او في مكان في عندك مكان فاضي وبدك تضيع وقتك في شيء، فممكن تتفرج على الفيديوهات بجد تستمتع فيها بشكل جدا كبير. جربوا وشوفوا. هذا الموسم طلع هون وانا ما يمكن، اوه نسيت اني شغلها. واو واو اتفق. طبعا هلا نحن حطينا فيها الوضع ظبطناه، نستنى بما يطلع الموسم بينه ونكمل اشغالنا هون. شغل روح جيوه. فبنصحكم انكم تشوفوا. طبعا هي بالنهايه هي ملخص الشيء اللي عم بسويه، مثلا انتم عم تشوفوني شو عم بحكي وعم بسوي عم بلعب، او في اجزاء ممكن تكون مقطوشه انتم ما شفتوها لانه اكون انا مثلا عم بلعب وما حكيت شيء، فاجباري بدي يعني بتضل موجوده، اجباري انا عم بصورها، فبدي اقطشها بالتسجيل. انتم اكيد ما رح تشوفوها بس، ولكن لينك بالتسجيل السريع بتشوفوها كلياتها ايش عم بسوي بالترتيب. وهم الشيء هو الفكره منها هي الفكره يعني هيك تعطيك شويه ريلاكس، جد تعطيك شويه حس متعه. جربوا انتم تتفرجوا واعطوني رايكم، اهم شيء رايكم مستمر ولا لا. طبعا انا رح اضل مستمر فيها تقريبا لمده شهر، هلا صرنا تقريبا اسبوع عم بنزل عنها، لمده شهر. شفت اقبال اوكي، شفت ما حد عجبته ما شاف في التعليقات. هلا في مشاهدات صراحه، عشان اكون صريح معكم في مشاهدات جميله جدا مقابل فيديوهات عم بتعب عليها كثير، لا تعتبر هي مشاهدتها جدا ممتازه. بس ولكن انا بدي عم بتوصلوا الشعور اللي انا بدي اوصل لكم اياه، عم يوصل لكم بس هي بدي اعرفها. ارجو تكتبوا لي تحت التعليقات عن هالموضوع هاد، وان شاء الله اكوني عم بقدر اوصل لكم للشعور اللي انتم بدكم اياه. هلا بنكمل طريقنا الى درعا، قصدي الى الطرف الثاني مشان نبدا نشغل الماكينه. طبعا تذكرت في ماكينه، هلا في مود موجود بقدر احول هذا الستراي الكميه الضخمه اللي عندي اياها صارت كلياتها لاش اسمه. انا بورجيكم المود ثواني بس، خليني الف هاي هون. طبعا لفه شوي صعبه، واشغلها وارجيكم المود. طبعا نورجيكم المود توقع هون بس ما يكون شلته. تخيل يكون شلته. لا والله هذا هو. شوفوا هذا المود بدخل ستراي بيطالع ال والله حقه 50,000. ايش رايكم احطه؟ والله بدي احطه يا معلم، تعرف ليش؟ اني بحاشته، لانه عندنا كميات ضخمه جدا صارت من ستراي. خلينا نلفه، ايش هيك يلف بسرعه. تمام. طبعا هو بده شويه مواد وقود بس يعني اتس اوكي. اتوقع كان في له من ورا، ليش من ورا ما له مخرج؟ مشان مظبوط، صحيح تذكرت. طيب اتس اوكي هيك، حقه 50,000 ايزي. طبعا هذا وحطيته. طبعا هذا المود مع المودات، المجموعه اللي مجموعه المودات راح احط لكم اياها. تمام بس خليني اشغل هاي. تمام ايوه. حتى بقدر احط الطبالي. نايس 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 نايس، راح اجيب الطبالي. وين عربيه الطبالي؟ سياره الطبالي
يطلي منك انت. والله خلينا نشغل هذا، نخليه يقص لنا شوية اشوف. حلو، هاي كمان هون عبينا السيارة جريس، ولا بروح نفضيها بالماكينة اللي توني جهز لها. تمام، وصلنا كمية جريس. حلو، 35 ألف راح يطلع عندي 35 ألف سبيتش، شي بيرفكت معلم. طبعا في ماكينة راح نزل لكم عنها مستقبلا تسوي الماكس خالص، فورا تسوي الماكس بالزبطه. يا الله على هاي ستريت طبيعة حصادة لقصب السكر، يا الله يا الله شو حكي متعبة. رح كل شوي بفضيها برجع عبي تعب، بفضيها ترجع تعب، بفضيها ترجع تعب، بتسرع. فضي هالماكينة، خلينا نصور لكم اياها صورة. نكمل هالماكينة. تمام، واخيرا رحت لقيت التريلا بعد ساعة وانا عم ببحث 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 ببحث. هلكتني وانا بدور عليها. شوف، راح اشيل هذا الهرم الجبلي اللي عندي اياه. ايوه طبعا، اخر شي بطلت اعبيه من هذا وصرت اعبيهم شو اسمه ان شاء الله ماشي. والله شي 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 ايوه شيء العب المهم. طب خلينا نفضيها لهون، مع انه كان لازم بعد نجي اشيلهم بالوحده. لا بيبي فضي، شفتوا شلون راحوا كلهم قلب الماكينه؟ انا افرجيكم شلون راح يكون شكلهم هون من جوا. اقول لك انه في شيء يا زلمه، شو هذا المهم في هون شايفين شلون في 72000. شو هذا؟ تذكرت، هو ما بيشتغل لانه بده مازوت. صح، تذكرت، بدنا مازوت. بدنا نجيب مازوت. تعال بقول لك وين نجيب مازوت. مازوت مازوت ماز ماز مازوت. تمام، طبعا ما عبينا مازوت للتراكتور صراحة، انت ما ضل فيها مازوت، فرح نفضي هي فيها مازوت لاني حبيناها خاصة كمان. بس بدنا عندي مازوت وفي عندنا كم شغلة لسه بدنا نستمر فيها، بس يعني الله شمس عبي مازوت. تمام، طبعا ما جبت مازوت كتير لانه ما معي مصاري كتير اجيب مازوت صراحة. والتريلا هي صار لها شغل كتير، عرفتوا شنو؟ فما خرج نضل استخدمها على طول. نعم، بنفضي الوجب الثاني. نقص واي، نقص واي، بعدين نقول بلاك، نقص جي مشان نقلب التريلا الثانية. تمام، نقص واي مرتين. تمام، نحن هون صار عنا كمية جدا ممتازة صراحة. نشوف شنو صار الانتاجية هون، عنا 14000 شغل، 144000 بس هاي. واو، انا مش قادر اسال ليش خيو هاد 144000 يا دوب بينات بارضيته. قد قدرته يسع 1,000,000 طن. واو، انا بس حاط فيه والخزان بس 10000، يعني صار بيت تقريبا 42%. طيب راح نستنى. راح يطلع معنا شاف، الشاف راح نشيله، يعني بس طلع معنا الشاف راح نشيف، راح نشيله هذا الشاف ونحطه بهي الماكينة. تمام، طبعا نستنى شغلة نص ساعة نشوف شو راح يصير معنا. بس انا هقول لكم يا بنية الفيديو، راح اكمل انا دور على الارض وفي كلام في الارض. هلا هون عندي صار 2500 سيليتش. تمام، ما راح نستفيد منهم، ما راح استخدمهم صراحة، راح اقول لكم هلا شوي. بدي اكمل حصد الارض في ايش اسمه. طبعا بين ما انا اخلص هالشغلات هاي، بين ما اخلص حصد الارض وحراستها وزرعها حيكون مشي شوي، فانا هالقسم راح اجتازه. اذا بدكم تشوفوه بتشوفوه بالفيديوهات السريعه ان شاء الله راح ينزل. راح اسميها عنوانها السيليتش، مراحل تصنيع السيليتش. وكان لازم ادور كمان نكمل عليها شيء. تمام، هلا خلينا نشيك ايش صار بالمعامل او ايش تجهز عنا. بس خلينا اروح اجيب تريلا تقدر تشيل هالكميات. يعني هي هلا صار، خلينا ناخذ هي. تمام، لان صار عندي تقريبا كمية منيحة من ال تذكرت تذكرت. خلينا اخذ لي معي هون شوية، كمان شوية ستراي من هون لانه في عندي كمية ضخمة من ستراي. شوي عندي شي 580000 طن ستري.
530 انا غلطان، غلطة في 500، صار عندي 498,000. حلو، طبعا هذا كله بصير سيليتش، وبس صار سيليتش وصرت محترف اللعبة. هلا فضينا، هلا نرجع نعبي شف شف شفاف او شف شف او ما شو صرنا. كم طن صار طالعت هاي هون؟ شف شف ما مبين، ثواني شوي هلا نرجع نقرب نقرب قرب قرب قرب. صار هون شي 185,000. حلو، هون شقد صار فيه؟ متأكد 33 طن. شايفين شلون عم بيعبي لي شف عبى؟ طبعا هو 333 يعني كمية صغيرة ما ينحكى فيها، بس يعني اتس اوكي بالنسبة لنا، جايين نجرب اساسا ما لنا اكثر من هيك. بعدين بتشوفوا هي الجيم بلاي بس عم بلعب هيك، كأني بحس عم بدق. تمام، هلا فضينا، هلا بدنا نعبي. فهمت بعدين هون؟ ايوه شفتوا شلون هي سيريتش. طبعا سيريتش في هون مكان 3500، والله جميل جدا ما شاء الله، حطيت لها بس يعني ممتازة اتوقع، يعني صار عندنا سيريتش، صرنا نقدر نطلع السيريتش. ما عاد نسأل وين الماكينة اللي بدها سيريتش، اتوقع هي تاخذ سيريتش. لا هي اوكي، معنا هلا اشتغل اكيد. طبعا هذا واحد، وفي معمل الثاني هنيك، هذول اساس لازم نشتغله. هذا لازم نجيب له اسمه سلوري حتى يشتغل، بده سلوري، ما في سلوري، بدنا كمان سلوري. والله بدنا كتير شغلات نحن لازم نجيبها، نحن ما بنجيبها. فأنا رح أكتفي بهذا القدر بهذا الفيديو صراحة تسجيل لكم، تمام؟ بس رح نكمل، في عندي كتير أشياء لازم أعملها بالمزرعة ونكملها، مثل حصاد الأرض وتكميلها إن شاء الله، رح أشوفها بفيديو جاي إن شاء الله، وبعد بكرة رح أشوفها بالفيديوهات السريعة الأعمال اليومية. طبعا إذا في عندكم أفكار شغلات نعملها جديدة، طبعا مثل ما شفتوا اليوم تعلمنا هاي شلون نعملها، وتعلمنا هذيك كمان شلون نعملها. اذا عندكم افكار او عندكم اي شيء استفسارات او شيء، ممكن تنزلوا تحت التعليقات تكتبوا لي وان شاء الله ننزل لكم فيديو عنها. واذا تحبوا اكمل لكم هذا مود تجهيز الاكل او تجهيز المعدات كامله، انا اشوفه هون وينه هو هون. شوفوا لسه في هلا مثل هاي الماكينه بتحول بتغسل السجور بيت. طبعا انا بدي اركبها لان عندي انا كميه جدا كبيره من شوندر سكري، فرح انزلها مشان اغسل السكر الشوندر السكر، ويعطيني كميات او تصير اسعاره اعلى. وفي عندك هاي ماكينه شو بتسوي هي؟ كانت هي بتحول الجريس لشفشف، تمام؟ لهي الكميه اللي تون طلعناها اللي هي طلعت من الستري، فممكن هي نحن نستفيد من هذا الشيء. طبعا هي الماكينه نفسها نحن عندنا موجوده نفسها تماما، عم نشتغل عليها اللي هي تحول الجريس والهاي والشفشف الى شو اسمه الى سيريتش. بس هون في نقطه مهمه، الهاي دي كمان تحولها، من ديك ما تحول هاي. هون الماكينه الثالثه هي بتحول الستري اللي شفتوها نحن حولنا عليها، بتحول الستري الى شو اسمه الى شفشف. اللي هي بتستفيد من نفسها الماكينة الثانية. طبعا هاي الماكينة اللي انا ما حكيت لكم عليها، هاي بتحول الهايد والج اسمه بتدخله، بتطلع لك اكل البقر، تمام؟ يعني بتدخلها انواع الاكل الثلاثة اللي يحتاجها البقر، اللي هو الجريس الهايد وال وبدك هايد وسيليتش وستري، بدك هذول ثلاث انواع بدنا ندخلها اياهم، بتطلع لنا من الطرف الثاني اكل جاهز ماكس احسن ما احنا نوجه راسنا. وهون مخزن لتخزين الماكس، طبعا اذا كان عندك كميات بقر جدا كبيره. هون ما بعرف شو هي، لسه ما عرفت، وهي ما بعرف، ما عرفت شو هي، بس المهم بحصلكم عنها اشوف لكم اياها. طبعا هون كمان يمكن هذا اكل من نعمل مثل ماكس اكل للخنزير احسن من وجع راسنا، فممكن نعمل هذا الاشي، بنشوفه هذا الموضوع، ابحث لكم عنه اشوف لكم اياه. والباقي هذول المودات نحن اساسا مثبتين هون وعم نشتغل عليهم وبس. وفي هون هاي المودات، هلا هاي مستودع محملنا بحاجه له، هذا المستودع احنا بنشتغل عليه، هاي الشاشات فارجيني ايش في ايش الشيء الموجود عندي، بس ولكن بشاشات كبيره بس. هذا كل ما هو لك اليوم موجود بس. شكرا لكم، وشكرا لكم هاي الثانية، وشكرا للمشاهدة، وشو استنونا كل يوم فيديو جديد وحلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.